عفاف رح اروح لاخر محطه، ويمكن هالمحطه كثير مهمه وبنشوفها بحياتنا بشكل عام. في كثير من الناس بتشتري الادويه من دون ما حتى تقرا نشره هذا الدواء وتشوف المحاذير تبعيته، وللاسف كثير ناس بتشتري ادويه من دون رشدتها طبيب اصلا، من دون ما يكون موصوف هالدواء لها، وبتتناول الادويه بشكل خاطئ. طبعا هذا الشيء له كثير تاثير كبير على الجسم، واحيانا بيؤدي لحتى يصير مع الاشخاص بعض الامراض المعنده، ما عاد بتطيب لانه هن اخذوا كثير ادويه ووصفات غير موصوفه لهم. صحيح سلمى، كمان من ناحيه ثانيه في مين بيتعامل مع الادويه كسلعه قابله للبيع والشراء بغض النظر عن مساوئ استخدام هذا الدواء، شو ممكن يسبب مخاطر على حياه الشخص، ممكن يسبب له مثل ما حكيتي سلمى امراض ثانيه بصعب معالجتها بعدين، هذا كله بس لانه خفف مروه او خلص هو تعود كل ما انوجع يروح يجيب دواء ممكن ما يناسبه، فلازم كثير يكون الارشاد والوعي من الصيدلاني لحتى يخبره او يقول له انه انت لازم تشوف دكتور مختص لحتى انا اعطيك هذا الدواء، ممكن الدواء يلي جاي ياخذه الشخص ما يكون بيناسبه او ممكن يسبب له بعض الاعراض الثانيه ويناسب شخص ثاني. رح نحكي تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع اليوم مع الدكتوره نيفين الهندي وهي اختصاص صيدليه. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير نيفين، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا فيكم. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، تناول الادويه كثير مهم نفصل للناس ويعرفوا الناس انه هو مو مجرد انه انا بدي اخذ حبه كل ما وجعني راسي كل ما صار معي شيء، لا انا لازم اروح لعند طبيب يوصف لي. قد ايه بتعاني من هذا الموضوع بحكم انك صيدلانيه؟ طبعا اكيد هلا نحن يمكن حسب مجتمعنا فنحن يعني يمكن اسهل انه نروح لعند الصيدلاني من انه نروح لعند الطبيب، لانه يمكن فوتي لعند الصيدلاني ما بده مصاري، بينما المعاينه عند الطبيب فهو بده يدفع والى اخره من هي الامور، وبسبب الظروف الاقتصاديه فعم نشوف هي الظاهره بشكل اكبر. لازم كثير نوعي الناس انه نحن في عنا ادويه اوكي بتنصرف بدون وصفات طبيه، يلي هي حصرا مسكنات، خافضات الحراره، ممكن بعض الادويه اللي بتعالج هيك الاعراض البسيطه للزكام، بينما كل شيء بقيه الادويه الثانيه فهي حصرا لازم تكون موصوفه من قبل طبيب يلي هو أدرى بالتاريخ المرضي لهذا الشخص، أدرى بالحالة الفيزيولوجية المرضية يلي هو عنده إياها، وشو عم ياخد كمان أدوية تانية ممكن تتضارب مع بعضها ويصير عندنا تداخلات عند هذا المريض. طيب اوقات شخص بيجهل، يعني في ممكن ادويه ممكن على سبيل يعني ابسط مثال مسكن يكون ما يناسبه او يعمل له اعراض ثانيه او يكون عنده حساسيه من دواء معين حتى لو كانت الاعراض بسيطه، خلينا نتعرف على يعني اكثر المخاطر اللي ممكن يسببها تناول الادويه بشكل عشوائي. هلا مثل ما بنعرف الادويه اصلا هي مواد كيميائيه، مثل ما لها منافع هي لها اثار جانبيه، فاختيار القرار هو عم بيكون على انه قديش عم بيقدم لي منافع مقابل هي السايد افكت يلي هي ممكن تسببها للمريض. فهي الموازنه هي الحسبه نحن بنقول انه اوكي بنعطيه لانه هو حيعطيني فوائد اكثر بكثير من الاثار الجانبيه، ساعتها هون بنقرر. طبعا اللي بيقرر هذا الموضوع هو الطبيب حصرا حسب حاله المريض يلي عم بتكون عنده. أكيد. طيب نيفين، في كتير أوقات هاي الحالة بمر فيها حتى مع الأطفال، يعني بنشوف أحيانا للأسف أمهات بتعتمد على وصفة جارتها أنه والله أنا عطيت ابني هذا الدواء صار كتير منيح، أو هاي الأعراض كانت تيجي. قد في خطورة اليوم أيضا عند استخدام الأدوية للأطفال بشكل عشوائي؟ صحيح، للأسف الأطفال مثل ما كنا بنعرف أن الشريحة يمكن الأكثر صعوبة بالتعامل معه، لأنه الطفل أول شيء هو مناعته بتكون أقل من الشخص البالغ أو الكبير بالعمر، الطفل هو ما بيقدر يعبر عن أنه شو عم يجعه بالضبط، يعني هو دائما بس يروح عند الطبيب حتى انه بيصير هيك بيوصف شغلات عشوائيه ممكن يعطي انذار غلط تماما، يعني هو ما انه فهمان شو حاسس بالضبط. فالتعامل مع الاطفال بده خبره كثير كبيره، يعني بالاضافه لانه الطبيب هو عم بيكون دارس وعم بيكون بيعرف تماما، فهو بده خبره كثير كبيره لحتى يفهم هذا الطفل شو معه وشو لحتى شو يوصف له بالضبط. بالاضافه لانه الطفل بدنا نعرف قديش عمره، قديش وزنه، قديش طوله، الجرعه بتفرق كثير عند الطفل، وهي الشريحه اصلا حساسه بالتعامل معه. هلا كمان بكل بيت بتلاقي فيه صيدليه البيت فيها هيك مجموعه من الادويه، امتى ما الواحد هيك اجى عارض بيروح بيفتح الصيدليه وبياخذها. شو هي الادويه الامنه يلي ممكن انه نحن على طول فينا نشتريها وما تسبب لنا اي مخاطر ثانيه؟
هلا الأدوية مثل ما قلت أنا هي مواد كيميائية، فنحن ما فينا نقول يعني استيتامول يلي هو كلياتنا بناخده، الحوامل يلي هن كمان فئة كثير حساسة بياخذوه، المرضعات بياخذوه، بس هو كثرته بمطرح معين ممكن تسبب لي مثلا أذية كبدية. هي عم نحكي على الاستيتامول يلي بناخده كل يوم بجوز مرتين ثلاثة، فهي يعني أكثر شيء بدها توعية الواحد إنه كل شيء زيادة عن الحد هو بضره، فنكون هيك واعيين لأنه يعني هي أدوية بالنهاية ما أكلات طيبة ناخذها إيمت ما بدنا. هي لازم انه تكون السؤال انه تعتبر امنه ما تسبب ضرر، يعني لاي عارض مفاجئ كاسعافات اوليه خلينا نقول. هلا ممكن مسكنات الالم تكون موجوده بالبيت، ممكن الانسيد اللي هي تماما، ممكن الانسيد اللي هي مضادات الالتهاب الغير استيرويديه، هلا في الى شويه محاذير عن مرضى الربو مثلا يلي هن اصلا عندهم حساسيه عليها، ممكن الاشخاص اللي عندهم حساسيه من ماده دوائيه معينه فهن لازم دائما انه يكتبوها ببطاقتهم، يعرفوا انه نحن بنتحسس من هي الماده الدوائيه ما ناخذها، رحنا على مستشفى بحادثه اسعاف فهي لازم تكون موجوده هي المعلومات معنا على طول. طبعا. طيب دكتوره خلينا كمان نحكي اليوم، في كثير ادويه بتفاقم مرض موجود اصلا بجسم مثل الربو او غيره، فبالتالي بيقولوا هي حساسيه من الدواء، علما انه نحن اذا بنقرا النشره يمكن الواحد بيقول يمكن هي 1% لينصاب بهي الاعراض، وفي اشخاص لا بينصابوا باعراض كثير من اللي بتكون موجوده اصلا بالنشره. كيف الشخص ممكن يعرف هذا الشيء؟ فقط الطبيب او في تحاليل معينه ممكن يعملها هو نفسه لحتى يعرف انا بتحسس من هذا النوع من الادويه او من غيره؟ هلا ممكن كثير شخص او مريض يكون بياخذ هذا الدواء ولا مره تحسس منه، هيك فجاه يتحسس منه، بتصير هي الشغلات، او حتى اطعمه طول عمري باكل هي الاكله ولا مره تحسست، هلا تحسست. فلهيك نحن بنقول دائما انه مثلا الابر ما ناخذها بالصيدليه، ناخذها بمشافي، مو لانه الصيدلاني ما بيعرف يضرب ابر، لانه يعني في حال صار معه صدمه تحسس فهو بده بحاجه طبيب يعالج هي المشكله، وهي بدها سرعه وبدها اتخاذ يعني قرار صائب لحتى نحمي حياه هذا المريض من اي مضاعفات ممكن تصير معه. طيب في اشخاص بتقول لك انه انا متعود اخذ هذا الشيء على طول او هذا العلاج على طول، وبيكون متعود او هو علاج دائم بالنسبه له، وفي اوقات ممكن توصل معه لمرحله الادمان او هو حاله نفسيه يفكر حاله انه هو خلاص تحصل على هذا الدواء حتى بدون ما يستشير الدكتور. هون مثل ما حكيتي انت انه ممكن فجأة يتحسس او يصير عنده عوارض ممكن تكون خطيرة ببعض الاوقات، شو السبب هون؟ انه مثلا انا متعودة كل يوم بدي مثلا حبة بانادول حبة بانادول كل يوم كل يوم كل يوم، وفجأة هاي الحبة ضرتني او صارت تظهر عندي شغلات تانية او اعراض تانية خطيرة، شو السبب هون؟ هلا هو في ادويه دائما هي بتكون متهمه بانه هي بتحدث، يعني نحن بنعرف انه هذا احتمال كثير انه يعمل تحسس. هلا اوكي هو ممكن بياخذها قبل وما صار عنده تحسس، فلهيك نحن قبل ما نعطي هذا الدواء كل مره بدنا نعمل اختبار حساسيه، حتى لو هو اخذه من قبل، حتى لو اكد لي المريض انه لا انا باخذه وما بيصير شيء وعلى مسؤوليتي وكذا، انا ما بحط حالي بهذا الريسك. اختبار حساسيه لحتى اضمن انه ما يصير اي مضاعفات مع المريض. اكيد. طيب دكتوره نيفين، كمان في مشكله يمكن هي بيعاني منها المجتمع عنا بشكل عام، اللي هو ادويه الالتهاب اللي بتتاخذ من دون وصفات طبيه. صحيح. لمرحله انا يوصل المريض انه خلص هذا الدواء ما عاد يجيب معه نتيجه، وهي يمكن كثير العالم حاليا عم يبحث عن حل لهذا الموضوع، انه صار الجيل الاول الجيل الثاني الجيل الثالث من المضادات الحيويه، في اشخاص صرنا بدنا ننتقل للابر الوريديه وما الى ذلك من العلاجات، خطوره هذا الموضوع. بالحقيقة هذا الموضوع كثير هلا صار منتشر بالفترة الأخيرة، لأنه أي شخص دغري حس مثلا حكة بالبلعوم شوية هيك أعراض زكام دغري بيروح وهو لحاله من حاله بقرر إنه ياخذ صاد حيوي مثلاً. تماما. ف يعني كثرة أخذ هي الصادات الحيوية، وأصلا يعني هو بياخذ مثلا بجوز حبتين ثلاثة حس حاله صار منيح فهو وقف ما عاد كفى الكورس كامل، هذا الشيء بده يعمل إجباري نكسة عند المريض نفسه، بده يخلي هي الجراثيم تشكل مقاومة لهذا الصاد الحيوي، وبالتالي يصير نحن بحاجة مثل ما قلتي أدوية وريدية وأدوية هي بتتاخذ بجوز ضمن المشافي حصرا. لا كثير عم نعمل حملات توعية من يعني ضد هي الظاهرة اللي كثير عم تنتشر بشكل كثير كبير، لأنه بصراحة إذا ما سيطرنا على هذا الموضوع بجوز خدش صغير أو إنتان بسيط يعني يودي بحياة الأشخاص. صحيح. يعني مستقبلا إذا نحن ما عندنا بقى يعني ما عندنا صادات بتواجه هي الجراثيم.
يعني سمعنا كمان آخر مرة أنه حدا أخذ إبرة روز التهاب معروفة بدون اختبار تحسس فتوفت الصبية، عرفتي؟ يعني كثير عم نشوف وعم نخسر عالم بسبب هاي الأخطاء، أنه عن جد كثير ضروري نعمل هاي الاختبارات، ما بدها شيء اختبار حساسية بسيط وبيقي بيحفظ حياة المرضى أكيد. طيب شو الأمراض يلي ممكن أنه تتفاقم وقت مثلا أنا باخذ أدوية بدون استشارة الطبيب وأنا ممكن يكون عندي أمراض وفجأة ظهرت أو تفاقمت نتيجة هذا الشيء، شو هي الأمراض اللي هلا في كتير أدوية مثلا تخفي لي أنا إنه يعني مريض بيكون حاسس بتعب معين أو بوهن معين فبيروح بياخد من حاله دواء مثل ما تفضلتي سلمى إنه والله جارتي استفادت عليه أو قرايبتي أو كذا، فهذا الدواء بيخفي لي يعني الأعراض الأساسية اللي الطبيب بده يقدر بقى يشخص عليها أو يطلب مني تحاليل، فبالتالي ما رح يقدر يوصل للتشخيص الصحيح، فبالتالي هذا الموضوع بده يفاقم عنده المرض موجود لانه هو بده يتاخر اوريدي بعلاج هذا المرض، بالاضافه لانه بعض الادويه اللي نحن بناخذها ممكن كثير تتنافر مع ادويه ثانيه، مع اطعمه، مع كثير قصص نحن بنعملها، فبالتالي كمان ممكن تهيئ لي لوجود امراض ثانيه، بالاضافه ممكن احيانا نحن يعني الجرعات في ادويه نحن بنبدا بتايتريشن معين لنوصل للدوز الصحيح، فهي الخبره ما انا موجوده غير عند الاطباء، مثلا بيقول له اول نهار بدك تاخذ نص حبه وبيرفع تدريجيا وبيسحبها تدريجيا، كل هاي الامور بدها خبره طبيب اكيد. طيب بما انه حكينا عن هذا الموضوع قبل ما نختم حديثنا، بعض النصائح اليوم بتوجهيها لكل الناس طبعا اللي عم بتتابعنا، نحن ما عم نقلل من قيمه الصيدلاني، اكيد كمان الصيدلاني اللي درس التراكيب الدوائيه وهو بيعتبر يعني مساعد للطبيب كثير من الاحيان، يمكن ببلاد برا بيعتمدوا على الصيدلاني بوصف بعض انواع الادويه. خلينا نقول اليوم نصيحه لكل اللي عم بيتابعونا، شو لازم نعمل وامتى بقدر فوت لعند صيدلاني اطلب منه شيء، شو هي الحالات اللي مسموح فيها، مثلا حالة إسعافية، شيء بسيط ما بيأثر إذا قرأوا الصيدلاني وليس الطبيب. تماما. هلا نحن اكيد بنقول انه الاطباء والصيادله هن شركاء بالعمليه الصحيه، ولكن كل حدا له اختصاصه، يعني نحن اذا قلنا انه الصيدلاني ما يصرف دواء من عنده فنحن اكيد ما عم نقلل من قيمه الصيادله واهميه الادويه اللي عم بيقدموها للمجتمع، ولكن نوصف الدواء هو حصرا لازم يكون بيد الطبيب المختص لانه هو ادرى بالحاله الفيزيولوجيه للمريض اللي عنده، هو ادرى بالتاريخ المرضي والتاريخ العائلي وقادر على اختيار الدواء اللي بيناسبه من بين بقيه الادويه واستكمال الادويه كلها مع بعضها، يعني بجوز المريض مثلا مثل ما بنشوف الامراض المزمنه هو ما عم ياخذ حبه دواء واحده، عم ياخذ اكثر من دواء فما يكون في تنافر دوائي بين هي الادويه. الادويه اللي بيقدر المريض انه ياخذها من الصيدليه مثل ما حكيت هي مسكنات، خافضات حراره، ممكن ادويه اسعافات، مراهم بسيطه، ممكن الادويه اللي بتعالج هيك السعال البسيط، الزكام، ممكن انه ناخذها من الصيدليه، واكيد الصيدلاني قادر على توجيه نصائح للمريض بهذا الخصوص. أكيد يعني ما بيخلص يمكن الموضوع وفي لسه أسئلة كتير، إن شاء الله هيك بنكون بفقرات جاية هيك مستفادة أكثر، بيكون في معلومات أكثر. بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم. شكرا كثير لكم. شكرا دكتورة نيفين، أنت صيدلانية، على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. نتمنى كمان يكونوا الناس استفادوا لأنه بالنهاية نحن بدنا مصلحة الناس أولا وأخيرا. أكيد ضلوا بخير. شكرا، يعطيكم العافية.